رايح فين دلوقتي؟ العسل على بيت الحاج علاء محمد الباشا. وقف مطرحك يا ولد، وقف مطرحك. مغطي وشك ليه؟ الدنيا برد. وجاي من فين يا ولد؟ جاي من طريق البندر. من طريق البندر؟ كل ده على رجليك؟ ايوه. وجاي ليه؟ وعايزه فيه؟ ومعك سلاح حياد ولا لا؟ خلاص خلاص يا ابو الحصين. اسمع يا ولد، بيت الحاج علاء مشرق على طول. يلا مشهد. خبر ايه يا ابو الحصين؟ هتقلع الرجل خلقته؟ يعني غريب ومش من البلد وجاي اخر الليل من اخر الدنيا، نبقى نسيبه؟ ما دام قال رايح فين واللي رايح له معروف تبقى خلاص خلصت. الطياب والريح الليله شديد وانا اتاخرت على عيالي. ما تروحي، انا مسكت فيكي كل ليله عتروحي مالك؟ ماليش، بس انا مشواري بعيد. قلت لك روحي. ها ما انا مروحه بس. اعزمك ولا لا؟ يا تديني اللوند انزل بيه، يا لا مؤاخذه تمسكي لي اللوند على السلم لحد ما اطلع الطريق. قلت ايه يا نبويه؟ انا امسك اللوند ليكي يا نبويه؟ يا ست سكن، النخل والبيوت هيرقصوا زي العفاريت. مالهم العفاريت يا نبويه؟ طول عمرهم مونسينا. مونسينا؟ طب بلاش اللنده، السلام عليكم. تعالي نبويه هات اللنده انا امسكها لك. كتر خيرك، ان شاء الله تعيشي. على مهلك بس وانت نازله، خدي بالك يا حاجه. ان شاء الله تعيشي يا حاجه. مع السلامه يا نبويه. الله يسلمك، كتر خيرك. مع السلامه يا نبويه. كتر خيرك. على مهلك. كتر خيرك يا حاج. على مهلك. كتر خيرك. على مهلك. ان شاء الله تعيشي. كتر خيرك. على مهلك. كتر خيرك. ان شاء الله تعيشي. كتر خيرك. ان شاء الله تعيشي. واه واه يا حاجه سكن. كملوا معاها انت يا ولد وعزموها. يعزموا مين؟ يعزموا مين؟ حاجه سكن. الله يسامحك يا حاج سكن، الله يسامحك، الله يسامحك يا حاج سكن، الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك. بسم الله الرحمن الرحيم. بيني وبينك ست حدي، بيني وبينك ست حدي، لا تهزيني ولا أهزيك، لا تهزيني ولا أهزيك. عارف عارف الطريق الواحد، ما تعزمنيش. عارف لو الحجر ما فرجعش تبقى كبرت. ايه ما راحت ايام الفرجيع خلاص، وانا يعني كبرت بالكذب؟ ما خلاص كله شاب، راسي ما فيهاش واحده سوده. قول يا مهران، مين فينا كبر اكتر، انا ولا انت؟ انا ما يبانش عليا سن، لكن انت الحريم كبراتك. ما انا قاعد جارك. راح زمن الحريم. الحريم كانوا هيعشقوك من القصة يا عايق. هار راسك سريح والمشط في جيبك. ولدلوك المشط. عمرك راح عليهم. موتنا واحنا قاعدين ليه؟ هدخلنا القبور واحنا لسه هنشم هواء. صح، انت شفت القبر اللي بناه البازل؟ شفته، ده ما هو اللي بناه. هو اول نفر هينزل فيه. ده مش قبر، ده قصر. النفر يدفن فيه وهو حاطط رجل على رجل. كدك هو في العمر؟ لا هو اكبر مني باسبوع. ليه؟ عايزنا نموت في يوم واحد ولا ايه؟ لا يا ابوي، خليك انت شويه. شويه قد ايه يا ابن المركوب؟ قد داي وداي
تعيشنا سنين. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ غريب. أو جاي أشرب شاي. جاي تشرب شاي في الزعبيب دي؟ أقعد ولا أمشي؟ أقعد. بس مين فينا اللي هيعمل لحرق أبوك شاي؟ أعمل أنا أبوي ليه وليكم؟ غير ما تحرق أبوي. أبوي راجل زين. حسي بس كلك حلوة ومزاجك راي. الله أكبر مكبرة في وشك. ومين حب ومين ظلم يا نوزة؟ الليلة دي عاد هتتحكي حكاية اللي حب واللي ظلم يا عجمية. احكيها لي. أنا سبت الزباين كلهم وجيت لك عشان ما تبقيش وحدك. يبقى تحكي. احكي يا نوزة. في حكايات يا عجمية تحكيها لسنة الناس، وحكايات تحكيها الأيام والليالي، يرسمها ربك وما يعرفش يوصفها لسان. إني أحبه لو ظلم، إني أحبه لو ظلم بالامتسام. من فين يا غريب؟ بلاد الله واسعه، بلاد الحلال. قالوا لي اجي دهشه، كنا الاقي الراجل اللي عدور عليه. عدور على مين في نصص الليالي؟ رص لكم واحكي، الدخان يحب الحكاوي. رص، واحنا ورانا ايه؟ كان فيه راجل معجباني وحلو، كل ليله في بلد ورا الحلوين. بس المعجباني يحب الحلوين، اتفضل. والحلوين يحبوا مين؟ اتفضل. يحبوا المعجبين. لا. يحبوا ابو جيب عمران. ايه. بس الهوى في الحب عمده. ده تبين عليك رقاصه صح. ايوه امال ايه؟ والعوايز ده ارقص ارقص، ده انا ارقص واغني وطبل ولا نوزة الغزية. احرق ابوك. كمل كمل. اني احب لو ظلم بالامتثال حكم الهوى. المعجباني حب الغزية. كمل يا مكفي. اسمي راضي. اسمي راضي. وانتوا يا باشوات؟ انا الحاج مهران حمد الباشا، وده اخوي الحاج علام. علام الغيوب ربنا. وعرفت اسمه كيف؟ صدفت معاي، ما الدنيا تصدف. المعجباني حب الغزية، وفي ليلة طياب وهوى زي دي
زي دي حبلة الغزالة. قوم يا مهران. قوم عينيك حمرت، قوم روح بيتك وانت موزون. مش اسمع حكاية الواد. اسمعها بعدين. خبر ايه؟ عكروتني في الحديد ليه؟ الحديد خلص. طب والواد الغريب والحكيوة؟ يحكيها بعدين. هقعد وهيبيت ما تخافش. عشمنا فيك والله كبير، خدامينك. خلص. والله حكاية غريبة صحيح. مين جابك ولد الحرام؟ ولد الحرام لكن ولدك. مين شايعك؟ نزهة. جاي بعد سنين زي غراب البين دي. عشان عشان اخدمك. واي واي صحت رجليك. كنت واقف فين السنين دي كلها؟ في بلاد الله بخدم الغر. قلت اجي اجي اخدم ابوي. مين يا ابن المركوب؟ قصدي سيدي، قصدي سيدي علام. وانت ما تكرهش انه خدامك يبقى من دمك. ها؟ عملتها نزهة وشياعتك. انا ونزهة خدامينك. ويا فين الغزية؟ مطرحها وتدعي لك انك سترتها هي ولدها. هي بالفلوس والمطرح وانا بخدمتك. تنام هنا على الدكة زي الكلب لحد ما يطلع لك نهار. يا ابوي مش تطلع تنام؟ هطلع يا منتصر هطلع. يا حبيبي اللي نازل اقدرك في البرد. قلقت عليك. وانا هيخطفوني. اطلع بالبرد وانا طالع معاه. مين ده؟ ده راضي ابوه كان هيخدمني زمان وهيقعد معانا يخدمنا انا وانت. مرحبا راضي. مرحبا سيد منتصر. واه لحقت تلقط اسمي. ابوي الله يرحمه كان يقول عليا نبيه او طلع له. ادخل من مطرحك. يلا مطرح. يلا من يلا بالبرد. بس حماتك دوختنا يا اخي. حماتك هتولع فينا؟ تخش فيها ابو الحصين. ما يولع فيك يا اخي، ايه عاستك انت في الدنيا؟ خلص يا حماتك احسن لك. احسن له كيف يعني؟ طب وريني هتعمل ايه؟ الدنيا طياره والنار لو نطت في جلابيتي مين هيغتك؟ اتكلم حديث انت كدو. صرخت على ريم تاني. صرخت قوي، صرخت بعزمك كله. صراخك والطياب كان عيرزع الشبابيك رزع. صحيت مفزوع. حقك علي، حقك علي.
استعيذ بالله من الشيطان وقول الحلم يتفسر خير. قول. الطيب يتجرأ ويقرب من شبابيك نعمة. الدب الطياب دي عارفاش كيف يتجرأ؟ تلقاه ما يعرفش. لازم ما يعرفش. لو يعرف كان اختشى. ايه راح يفزعك كل ليلة ويقومك صرخ كده. طول ما انت جاري يبقى خير. عايزة تروحي تنامي ولا تقعد جاري شوية؟ لا هقعد جارك لحد ما تنعس. يبقى حط راسي على حجرك عشان الكابوس لو لقي راسي في حجرك يختشي. لو جه هشدك من شعرك عشان يبعد. يا بنت شعر يا بنت كله ابيض. ايوه البس الشايب عجوز 70 سنة. لا ما دام طلعت شايب وعجوز بعد راسك عني. لا خليه ولو نعست تفضلي مطرحك لحد ما قومي براحتي. ليه اشتريتني ولا مخده في سريرك؟ انت الطول الباشي الحامد الباشي ينعس في حجرك. مش بالامر على كيفي. كيفك؟ حدش هنا على كيفه، كله على كيف انا الا انا. عايزه حاجه مني في السفريه دي؟ ما تسافرش. ليه؟ ان شاء الله هتحكمي علي. ايوه احكم عليك. ما تسافرش يعني ما تسافرش. ايه يا بنت الكبير؟ كنت مرتي. ده حتى مرتي ما كانتش ليها حكم علي. انا قلت ما تسافرش يعني ما تسافرش، ولو هتسافر تاخدني معاك. خلاص كبرتي. كنت زمان اخدك على كتفي واسافر. وانت لسه جعوز صغير. دلوقتي بقيتي ناقة كبيرة. ماشي يا جمال. برضه ما هتسافرش. هاجي على طول. كلها يومين وراجع. وايه اللي جد؟ مالك سنة ما سافرتش. الشغل يا بنتي. ليه احكام؟ شيع اي حد. رجالتك كتير. في حاجات ما ينفعش فيها غير انا. يلا طلعي الجلابيه النظيفه. الفجر قرب يقدم ورزقي من النوم خدته. يلا يلا. ما طلعش جلاليب لحد وبرضه مش هتسافر وما قعدش معاك. ها اصحى بني ادم، شغلتك ايه هنا؟ انت مين يا ابن المركوب؟ انا الملازم فؤاد عثمان ضابط النقطة يا جزمة. لا مؤاخذة بيه، لا مؤاخذة بيه، خدامينك. مفيش خدامينك. شد حيلك ود التحية يا مدهول. كمان مجيء. افتح النقطة. حاضر. اتفضل يا بيه. ايه هو دي؟ تعملها عشي؟ مش بدل ما تنقف الفاضي البط والفروج احسن من الفيران والحياية. تسمك ايه يا ابن المركوب؟ زعبر حمام زعبر حمام. قبل ما النهار يطلع يا زعبر الكلب الاقي النقطة دي تبرك. فاهم؟ حاضر يا بيه. عشان انام جارك القاك نعست وعتشخ. اصحى بدري اتحدد معاك القاك لابس وطالع. ايه حكايتك؟ اللي ينام بدري يصحى بدري يا بنت الباسل. وانت عارف ابوك ما يحبش اللي يتوخر عليه. حلوه العمه؟ الدنيا ما طرتش. اقعد نفطر ونتحدث مع بعض وبعدين نروح له. هرجع بدري ونتحدث على راحتي. صحه صحيه زي القمر. ولو عندي دم ما هملكيش. لكن الا ابوكي. ماشي خواف. روح عشان جد الله وابو الحسين ما يزعجولكش. نوال الباس الحمد الباشا تقول لجوزها اللي هي عاوزاه
وانا برضو ما ازعلش منك ابدا. نامي افطري ونامي. لكش صالح بيا، انام اصحى لكش صالح. روح لسيادك احكك. ما تكشريش كده عشان الواد ما يصحاش يلاقي امه كده يترجف. سلام يا غالية يا بنتي الغالي. سلام يا بارد. صاحي؟ صاحي. وانت عارف ان انا صاحي. عارفة. ساكت وعينيك مفتحة وما عايزش تقوم. وهي الجديد؟ وكل يوم أبقى عايش أقوم. أول ما تفتح عينيك افتكر إن حالنا هناك، وإنك رايح بتجد عيالك مش شغال عند حد، وإنه كله ليك، وتنسى كبر الجد اللي جواك، وتقول ربنا عيقطع من هنا ويوصل من هنا، وإن عيالك أولى بقومتك، وإنك عتحرس مالهم. كلامك ده ولا يفرق معايا ببصلة، ومش هقوم ولا هروح لحد. هتقوم وهتروح. يخرب بيت الافيون اللي حيودرك يا حزين، كيف تدفن الناس وانت تاكل افيون؟ افيون؟ على الافيون هتتحدد؟ ماله الافيون؟ هيخلي الناس خفيف على اكتافي لما دليهم من تحت من غير ما يتقلوا. خليك انت في جمال الباسل. وفي احسن من الجمال؟ اقلها ما فيش جمل حياكل افيون يا مقتول. ايه؟ مقتول؟ انا عمري ما دفنت مقتول. اوه يا طرم، خليك جار القبر وخلي الافيون يمر الحنكة. هتعوز حاجة يا ولد ابوي؟ ما تقعد تونسني. الباسل لو صحي وما لقنيش جار الجمال حيطين عشتي. اوعى تتسطل وتدفن حياة ملكوم. موت انت بس وما تخافش. يا ابوي كل ده قبر يا الباسل؟ ابوي ده اكبر من القاعه اللي عبيت فيها انا ومليحه. وده قبر مين اللي الزمان علاه؟ قبر اللي ماشي يحس انه عليه. وده قبر مين اللي الزمان هدوه؟ قبر الكبير اللي مكان فيه كدو. هتعدد على مين يا حزين؟ ده لسه القبر جديد. حديد؟ باب ايه اللي حديد؟ ما ركبوا الباب الخشب وروحوا. اتفضل يا عامر بيه. هتفضل فين يا فجري؟ لسه بدري، مستعجل عليا ليه؟ خلص القبر يا اطرش؟ قول للباسل القبر خلص خلاص، والبنانوه عاوزين حسابهم، وقول له ان صبر عايز تلجيمه الشاي والسكر عشان القعده هنا مرار. ما تيجي ترتاح يا عامر بيه. يريحك تراب عمه مكفي. نقص على دهشه غير تراب عمه يدفنك بعد ما تموت عشان يبقى لعمه دفن التراب الاطرش. نعم دفن التراب الاطرش. صباح الخير يا ولد. صباح النور يا عمرو. كنت فين يا مكتوب من امبارح؟ ما نظرتكش بعيني. عم الحاج، في عيل غريب عدى متلفت وكان عايزسأل على بيت علام حمد الباشا، جيت افتشه جضل قال سيبه. متلفت من البرد اكيد، لازم تجري او خلقاته يعني ابو الحصين. ما انت عارف ابو الحصين يا عم الحاج. صباح الخير يا عم الحاج. القبر تمام والبنان وخلصوه وصبرة قاعد قدام. أول حديثك عن القبر. أعمل لك شاي يا عم الحاج؟ خلي جبرة يحلب الناقة وغليل اللبن مع الشاي وهات فايش.
فايش امك يا ابو الحصين؟ فايش امك يا ابو الحصين؟ فايش امك يا ابو الحصين؟ طب والله مفيش احلى من الفطور معاك يا عم الحاج. ليه؟ لو انا ما فطرتكش. وافرض، لكن برضك الفطور معاك ليه طعم تاني. صباح الخير يا عم الحاج. لو صاحي ما ديكش غاية تيجي واكل عيشك في ميعاده، كمل نوم جرابها. قلتها قبل كده، لو الفجر يقدن وحد منكم مش جاري ما يلزمنيش. البرد عينو ترد لما يبقى الحديث ليه، فاهم؟ الفطور يا نعمة. يا ودي استنى نفطر سوا. ما تردش عليك يا نعمة، خلي عندك دم. ما تسافرش، انا كمان مش هذوقه. مرحبا يا عمدي، خير يا نفادي؟ جاي بدري. مرحبا بك يا حاج. النقطة هتشتغل وهيستلمها ضابط جديد. وايه يعني؟ ياكش يحطها في الدار. ده كلام يقول عمد الدهشي. البلد بلدنا وانت كبيره. لا لا، استغفر الله يا حاج، ملناش كبير غيرك، واحنا صوره وكلنا في خيرك. انا طالع دلوقت مشوار وراجع بعد يومين، سايبين سبع يحرس دهشي. الله يبارك لك. سبع ولا ايه؟ كانك سبع. سبع يا حاج، امال سبع. امال فاتك ليه يا سبع؟ ان في واحد غريب جه يسال على بيت اخوي علام. جه ميت، محدش قال لي. يسال براحته. ابو زيد. نعم يا حاج. لحد مرجع ما تلقلهوش من الزرع، وزي زي الزرع يعني، تصحله بدري. انا مش هنقله من هنا لحد ما ترجع. لا، في الليل تروح لبيتي؟ هتسيبها وحديها؟ لا، هروح في الليل. جد الله. نعم يا عم الحاج. هطلع وانزل ونتوكل على الله. بيتك يا عمده، شايل العمده عشان يصحى. ترجع بالسلامه يا حاج. لا، الغريب ده جه متى يا جد الله؟ تشرب شاي الاول زي ما قال الحاج. الشاي للعمده يا واد. افتح يا نعمه. لا يا بنت، تفتحي، ما تبقاش راسك ناشفه. مش انت حكمت؟ ساف. طب افتحي، سلم علي. اسلم عليكي وتسلمي علي؟ لا، ان شاء الله عنك ما فتحتي. انا كمان عايز اشوف وشك. دبر ياخد نشفان راسك. وايه حال بلدكم دهشه دي؟ حالها كيه يعني؟ هي البلاد ليها حال؟ دهشه دي رايقه وزينه وتسلم عليك، حدش طلع روحه غيري. من ساعه ما جيت هنا ما اديتنيش عقاد دافع عن اي حاجه بتحصل. يا هو انت قلت لي اسمك ايه؟ زبر حماد. زبر حماد. زعبر. حتى اسمك مش اقلب يعني؟ ما فيش عندكم حراميه قتلين قتلة؟ الله يقطع فرطك زي ما قطعت فرطي. دهشة يا بيه جنة ربنا، لا فيها حرامية ولا قتلين قتلة، كل اللي فيها على الله. جنة ربنا؟ وانتوا ملايكة في دهشة اياك، ما فيكوش شواطين غير كل بلاد ربنا اللي فيها حرامية وقتلين. كل حي هنا يا بيه لازم جنونه. ماشي يا زعبر، لما نشوف الجنة بتاعتكم. يا باشا، 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 يا
عمر عطيتني التحية لمين؟ هو حضرتك مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ اقعد على حيلك حضرتك. اقعد على حيلي؟ عطيتني التحية لمين انتك؟ ده الواحد يتخبل في روحه وينسى هو مين؟ وما يتخبلش في الباشا حمد الباشا. باسل حمد الباشا؟ مليح، اديني عرفت. لكن برضو ما قلتش هتعظم له ليه؟ اعظم له ليه؟ اذا كان حضرتك بدبوره وهعظم له يبقى ما اعظمش كيه لصاحب النكته والبلد كلها. اديه اعمل لك شاي؟